إمير جامعي إلى حد الآن يقدرون يسيرون أصدقاء ضامن عندهم. سهل يعني الموضوع، مو في الموضوع يعني ما حد ما له حجة بينه يقول أستاذ ما عندنا. أوكي دكتور، بس المحاضرة ما موجودة على البروفايل الجامعي. موجودة يا تحيني لسن 1 PowerPoint Essential. لا شو هناك آخر مسؤول محاضرة نزلين الشهر التاسع؟ يا هاي هسانة مو فاتح قدامك يا يعني. مش فاتح هسانة قدامك هذا مو هذا اللي قاعدين يشوفون الشاشة ولا لا لا، انت من انطب على الموقع هذا مالك يقولون لازم تفتحها من الحساب الجامعي مالك الشخصي، يعني من افتح من الحساب ما بس يا موجود. حساب بس انت كطالب، انت هسه كطالب تفوت لازم من حسابك الشخصي تفوت انت هنا تفوت تدور عليه اسمي تلاقي يس هذا اللينك ده الذكي يعني تفوت هتلاقي هاي الشاشه هتروح على المحاضرات هتروح على المحاضرات هتلاقي يا هاي المحاضره هاي موجوده اي هاي عليها هذا قفل كاتبين. هي لانه طالب انت مو طالب اي هي قاعد تفوت غير تفوت حسابك بعدين من حاطين ندس حسابك عليها، يعني ماذا ما يصير احمل. شنو ما تفوت 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 شلون شنو ما يصير اخي لازم تفوت سوي تسجيل شنو قضية يعني ما تعرفون تسجيل دخول وتفوت بحسابك الشخصي تفوت شلون لا تدخل بحسابك الشخصي اوكي استاذ. هاي تفوت تسجيل دخول كلكم تفوتون تسجيل دخول هاي فرصة تسجيل دخول تفوت تدخل ايميلك وتدخل الباسورد مالك هتفتح الشاشه حيكون بيها مثل هاي حيكون بيها صورتك هاي ست منها تروح على تدريسين وتجي وتلاقي يعني تسا كطالب هاي الطلبه وتفوت وتسجل دخول منها وتفوت كطالب انت يا كليه وين فبالعموم من تفوت المهم هي حتطلع لك هاي الشاشه تسجيل دخول يريد من عندك يوزر نيم باسورد راح تفتح عندك شاشه مثل هاي بس بيها صورتك بيها حد دور على التدريس اللي انت تريد تاخذ تروح تاخذ محاضرته وتنزل المحاضرات هاي يعني هاي المحاضره الاولى وهاي شو اسمه كلها موجودات يعني واضح الفكره يعني طلبه هذا موضوع مهم يعني واضح لكم كلكم واضح هذا منين تدخلون تلقوها واضح المحاضرات واضح. اللي تلقوها هاي المحاضرات مقفولة. اي طبعا مقفوله لانه لازم تفوت كطالب يعني مو اي واحد يجي يدور من الانترنت وينزل لازم تسوي ساين ان ايش بيكم؟ يعني انت من تفوت ايميلك تسوي ساين ان ولا تمام دكتور، تمام. يعني انت هسه طالب غير تفوت ساين ان على اكونتك الشخصي الجامعه شلون تعرف انك طالب؟ انا هاي مخصصه فقط للطلبه انت طالب شلون جاي تعرف تفوت ساين ان هي من نفس الموقع تفوت ساين ان كطالب هاي تفوت تسجيل هاي عمي هاي 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 تسجيل شنو صعبه ما تسجل على حصول على جد. انت المفروض كلكم عندكم حساب اذا ما عندكم هاي تخاطبون وحده المسين تروح تسجيل دخول يوزر نيم باسورد دخول هاي دخلت يطلع لك انت حسابك منه وتروح تدور بعد على الدكاتره وعلى الروفايل نفس الطريقه الثانيه منه تطلع سنة هاي مال الشاشة انت كطالب شاشتك تختلف مو تجي على حسابي اللي هو موجود داز لكم انا اللينك ومن عنده تسوون شو اسمه المحاضرات تجون عليه وتنزلون صار واضح عيني الموضوع اكو شيء عليها الموضوع رجاني هذا حتحتاجون سنه كلها يعني يعني هاي هالامور لازم تمشي مالكم ك يعني خلينا نقول اكاديميك لايف ستايل يعني بالاكاديميه مالكم هاي راح تكون اللايف ستايل مال فانت لازم تعرف منها هذا مو بوبليك هذا لازم تسوي ساين ان لازم هاي مثل ما تفوت على ايميلك الجامعي تسوي ساين ان مثل ما تفوت على الكلاس روم مالك تسوي ساين ان بالعموم تسوي ساين ان مره واحده تسويها ريمبر مي وهاي موضوع سهل عيني هسه راح نجي نبلش الباوربوينت حاله حال الوورد شلون انت تقدر الشغله تكتب هنا باوربوينت اوكي عندك ويندوز 10 او 8 حسب الشيء هو راح يطلع لك حيطلع لك هو موجود ايكون او تجي منه
يطلع لك الريسنت موجودات هذول شيء كله كلش بسيط. كلش دبل كليك عليه وفتح عندي باور بوينت. راح تجيني هاي الشاشه دائما شلون بالوورد كانت لو تلاحظون نفس الشاشه مال الوورد تقريبا، ماكو اختلاف. حتجيك يا اما تختار بلانك يا اما تختار مثل هذا مثلا راح كذلك يجيك الليشن. اريد افتح عندي اوبشن يعني اذا اريد افتح نيو سلايد عندي شوف هسه انا كل شيء ما دست كنترول او ان لين فتحت قبل عندي سوالي نيو سلايد نوعيته شنو بلانك سلايد. شوف هاي الطريقة كنترول و ان بكل بساطة. لاحظوا صراحة ارجع من جديد اريد باوربوينت طريقة ثانية افتح باوربوينت. طبعا مرات انت هنا بس تجي بس تدوسها اذا انت الريسنت ابلكيشن مستخدم ما حتلاقيها في الباوربوينت. هنا تشوف تلاقيه بالريسنت. هاي طريقة. اجي طريقه ثانيه شو اسوي يعني اجي عليه بالماوس اريد بلانك. اوكي بلانك دبل كليك ليفت وين او رايت. اذا عندكم حاسبه جربوها، جربوا هذا الشيء وياي عنده حاسبه. هسه فتحت باور بوينت نيو فايل. اف اي وود لايك تو اوبن ا نيو باور بوينت فايل اي كان جو تو ذا ستارت ايكون just search for drop down until you get it. Okay. PowerPoint, PowerPoint, okay, Microsoft Office. Find it here. It's not here, so search PowerPoint. Okay, I got it. شوف يعني PowerPoint. Also double click. انفتح. PowerPoint. كذلك. إذا أريد أفتح فايل مفتوح أسوي open هسه open يعني فايل موجود وأريد أفتح فايل أنا خزنته وأريد أفتح عن طريق الباوربوينت. أكو طريقة بأنه ثاني لو تلاحظون ما دست شيء بس مفتوح عندي شاشة بس كل شيء ما دست يعني الماوس ما حركته. شوف الماوس ثابت هنا أدوس كنترول و F12 هسه يقول لي اوبن يا فايل اريد انا مثلا احنا هسه هذا عندنا lesson 1 اللي هو المحاضرة عليه هذا هسه مثلا lesson 1 فتحته بهالطريقة. لا اكو بيهم يريدون افتح بهالطريقة نقدر نفتح الفايل. طبعا اكو طريقة اخرى. اوكي هذول كومن فايلات فاتح. اذا عندي باوربوينت شورت كات هنا فاقدر ادوس عليه دبل كليك راح يشتغل. اوكي من هذا القاع موجودة من اقدر افتح فايل جديد. كذلك اذا اريد افتح فايل موجود يعني مستخدم سابقا اقدر اروح على الفايلات الموجودة اسوي عليه سيرش هذا اسمه شو اسمه هذا اسمه اكسبلور مالي بالاكسبلور بالفايل اكسبلور جماعه الماك يسمون فولدر. واجي اختار الفايل نفسه هسه هذا البراكتس مالكم اللي راح نطبق عليه هذا هنا دبل كليك نفتح. واضح؟ بس يعني واضحه كل طرق لو نيو فايل لو تقدر تفتح فايل موجود. اكو شيء ما واضح هنا طلبه؟ اكو شيء ما واضح؟ واضح دكتور عاشت ايدك. ويديكم لاحظتوا ماكو فرق عن الوورد، اكو فرق عن الوورد؟ تشوفون اكو فرق عن الوورد؟ لا دكتور من ناحية انه نفتح البرنامج نفسه يعني. والخزن نفسه والسيف نفسه والباك ستيج نفسه اكو امور نفسه والانترفيس راح تشوفون نفسه كل شيء راح يصير عليكم عمر. هو الاختلاف
كل application إلى reason يعني أو it will use for it has a different functionality يعني. هذا يشتغل على text editing, هذا يشتغل على slide presentation وهكذا يعني. هذا أتمنى يكون واضح إلى حد الآن. هسه راح نجي إحنا ك سلايد, هذا السلايد إحنا سفتحناه. شوف أنا سمس يعني ما لعبت أي شيء بالديزاين ماله والألوان, بس مجرد فتحت سلايد اللي هو هذا مثل ما أجينا بالطريقة القديمة, بس أجيت منه أو كنا بالفايل باك سلايد مجرد أو PowerPoint تكتب كيفك حد فتح عندك حتى يجي هذا. لا أنا كتبت بي موفت التكست, فتبوا على الشورت كات يعني, يا اما ادوس بهالطريقه او اروح على البلانك, يا اما اجي راح اعيدها باور بوينت ما راح تنفتح, راح ادوس كنترول و ان والان جاي من النيو, افتح لي نيو سلايد. هاي اسهل شيء. هذا نفس السلسلة. زين إذا أريد أفتح PowerPoint السفاح وأريد أخذ في الديزاين, شوف أكو حلوة زي مثلاً هذا الديزاين والتايب والتايب في التيمبلت مثلاً, باع شوف وشوف اللاير, شوف الألوان مختلف يعني, باع هذا ثاني هذا نفس هنا ال الفونت والفورمات ماله كله اختلف, الألوان يعني شوف يا هو بيكم يعجبك مثلاً أي واحد من هذول يعني, مو بس الألوان اختلفت لا بقى حتى الفون شوفوا جاوب بكم عجبكم واحد اثنين لا يا لون هذا ديزاين مثلا. بس يعني في تعد ديزاين جديد اريد اغيره اوكي بكل بساطه, بعدين حنروح على هالمواضيع هاي. هسه راح نجي بالباوربوينت, بالباوربوينت بتشتغل وتسوي سلايدات دائما, هاي مو بس سلايدات بقى. من عندك برزنتيشن, من تريد عندك ميتينج ويا في الشخصيه مهمه, عندك ميتينج ويا جوب اوبننج وانترفيو عندك مثلا, جوب فاير صاير وتحاول تقدم ابلكيشن و سألك كم سؤال يعني دائما, مو بس انت من تسوي برزنتيشن يعني, هيك امور من تريد تقدم فكره تريدها, اكو وورد يعني مقوله معروفه يقول لك less is more. ايش تعني لكم هاي الكلمه؟ هاي راح تحتاجوها بالباوربوينت. less is more شنو معناته؟ طبعا سيد احكي لكم مو كحاسب, احكي عليكم على يعني شلون تفهموا هاي كذا؟ اكو واحد يجاوبني؟ احكوا احكوا ما اريد كتاب, احكوا لي يعني كونفرزيشن شي ما احكي يعني. شنو ما حد ما عنده اي تعليق يعني؟ كلاس كامل يعني مختصر مفيد؟ حلو جبتها this is more. بس هو شنو ليش احنا نقول المختصر مفيد؟ احنا نقوله بس ليش نقوله؟ هي غير كل شيء هسه نسمع مثل يطلع وراه في الحكايه مو صحيح؟ يطلع في ستوري بوهايند. فليش نقول المختصر مفيد؟ يعني اكو فكره. ليش نقول ليس از مور؟ بعد شكو طالب شارك كتب اي تعليق اي شيء خلي يعني اسمه كتب يقولوني, بس خلي يكون كاتب يعني مشاركه واسمه مشاركه مثلا شارحه اسمه حضور شارحه اسمه حتى نفهم يعني هذا عمل حضور هذا عمل مشاركه. اوكي يلا بعد شنو بس طالب واحد؟ ها
هاي راح تحتاجوها يعني بحياتكم، كل واحد يحتاجوها بالبرزنتيشن مالكم، مسوون باوربوينت. less is more، يعني هي مو بكثرة الحكي، ما طول ماكو ولا واحد، لو فد واحد يدعي له ما طلبه ماكو شو صار في معودين دكتور. يعني هو تشرح ليش الشخص الاخر الفكره مالتك، بس يعني مو بطريقه ممله، تشرح له بس النبذه عنها، يعني تطي يعني توضح له الفكره، بس هي فكرتك معقده بس توضح له اياها بس المختصر حتى يعني ينعجب بها او لا. اي حلو. يعني هسه انت خلصتكم عفوك عن باوربوينت، وضحوا لي تعني لكم كلمه، يعني انت كلمه ايش تعني لكم؟ دكتور ممكن نقول انه خير الكلام ما قل ودل. اي حلو، هي ايش تعني هاي الشيء؟ خير الكلام احنا نقوله حكي، بس هي ايش تعني؟ يعني انه نسوي شيء بسرعه بس ينطي انتاج كبير. اي اوكي، يعني انت مثلا تعني لكم كلمه less is more، تسوي شيء بسرعه ينطي انتاج كبير. داكي عليك بشكل واحد، شارك يكتب اسمه، يكتب مشاركه سلاش واسمه يكتبه بالكومنت. اوكي لا ينسى. دكتور يعني شيء مختصر فيه؟ هاي ترجمه، انا بس اريد افهم هي ايش تعني، يعني بدي اقول انا less is more. دكتور يعني انه كل ما الموضوع مرتب او يكون قليل يكون احسن، يوصل الفكره. شكرا. less is more، كل ما تقدر توصل فكرتك والايديا مالك بوقت اقل باسلوب اسرع بيكون موضح اكثر، كل ما احسن. تصير ممل، لا تعيد بالحكي، لا تزيد بالكلام، ما يحتاج اني عن ما ادري من ما ادري، انا اقول قبل انا جاي انت برزنتيشن اوضح فكرتي قبل، اوصل قبل للهدف مالي، حط عندي جول واشوف انا شلون اقدر اوصله باسرع ما يمكن، ما اقعد اقدم و7000 احكي اوكي، لانه مقابلك ما عنده وقت يضيع، يريد ياخذ الزبده. لهذا هسه اذا تشوفون هسه حتى قبل فتره السفاره الامريكيه سوت ورك شوب للعدم سمول بزنس للكرييتيف بالسوشيال ميديا، يقول لهم 1 مينيت فيديو. ليش 1 مينيت فيديو؟ هذا تشالنجينج، يعني انت تصور فيديو دوره هسه بالانترنت 1 مينيت فيديو. ليش ال 1 مينيت فيديو مهم؟ انت عندك بدقيقه توضح فكره، يعني تبدي بيها من الستوري شلون هي راح تصير، يعني تبديها كقصه مثلا، وراها الموضوع، وراها شنو السولوشن مالك الاقتراح، دقيقه. هذا less is more، يعني هذا هاي الليس، هاي الكميه القليله اللي من الكلام هي منظمه او من الطرح منظمه ومرتب، راح اوصل فكره احسن من ما انا حاط لي جريده اقعد احكي موضوع ما اعبر على الموضوع الثاني. اقول لك احنا لحظه ما حكينا بذاك الشغله زين زين، ديتيلز هوايه وتشعبات هوايه وامور هوايه، راح تدوخ والمقابلك راح ينسطن وما راح توصل الفكره. فلهذا دائما هي مو بالكثره. اي والله انا سويت برزنتيشن مالي 200 سلايد، هذا اخبار مو صحيح. لا هو سويت بسلايدين ولا هو سويت 200، يعني اكو بالانس. اوكي لازم توزن، هل هو زين، هل البرزنتيشن الاحسن بالسلايدات الاكثر؟ جواب جاوبون لا، اكيد يعني بالاقل هو اللي زين، بالاقل اقل كلش، يعني لو بالقليل اكثر. لحظه، هل هو بالسلايدات اللي نقول سكيل من 10، او هل هو السلايد البرزنتيشن الزين اللي انت عندك يعني خلينا نقول 5 دقائق، هل هو بانه بالاكثر مثلا 50 سلايد يسوي، لو بالاقل اللي هو سلايدين بس؟ زين، هل هو جاوبوني؟ لا دكتور، ولا بالاقل ولا بالاكثر. فلهذا نقول لك less is more، وصف فكرتك بسرعه، لا تزيد بالحكي ولا تنقص من عندك. يعني مو انا موضوع مهم بالفكره ما شارحه، اللي هو شلون راح اجيب الديتا مالي، والله مو دكتور انت قلت لي اريد
اريده بدقيقه. يبابا مو هذا هو في صلب الموضوع، اللي انت ما حكيت راح موضوعك فهمتني؟ يعني شو انا والله نحن هذا الدواء راح نطبق دواء زين ويفيد بهيك علاج ويفيد بهيك بهيك، بس ما اذكر يعني ويطلع حد هو مخصص للناس الكبار اللي عمرهم فوق ال 60 واللي عندهم زهايمر، واني ما ذاكر هالمعلومه. ترى انا وصلت فكره والله والله ليش مو استعجلت ما ادري نسيت دا مشي على السريع لانه لسه زمور. لا اكو مهمه، اكو امور تحطها. اول شيء انا الدواء اللي اريد اشرح عليه شنو هو؟ توس المن يعني يا في عمري هاي ثبتها. يا نوع من الامراض هاي ثبتها اوكي؟ هل هو رجالي نسائي بوث اثبتها فهمتني؟ هاي اكو امور اثبتها، اكو نوع من السايد افكت كلش مهم ومبين اثبته وراح اقعد احكي. مو انا احكي في مواضيع والله مكوناته هو ذاكر هاي الامور اللي هي رئيسيه. ليش؟ هذا معناته الطبيب اذا هو يخص شغله قلبيه مثلا او شيء، اذا طبيبه غير تخصص ما هامه يعني الموضوع، فما راح هذا ما يريد يضيع وقت وياه. بس اول تخصص قبل حي راح ينجذب وراح ينتبه. انت مو تبدي بمواضيع عامه تخلي اول شيء شوف دائما من تطلع برزنتيشن كلهم اكسايتد يريدون يسمعون. بعد خمس دقائق ما وصلتهم شيء حلو من عندك راح يعوف. فانت حط تارجت المن موجه السلايد مالك دائما. المن موجه الفئه معينه ابدي بانترودكشن بسيطه وراها وجه لها الفئه، خلي هالفئه اذا هي موجوده تكون اكسايتد وتريد البقيه اصلا ما يهمه. يعني انت مثلا دواء مال جلديه خلينا نقول ورايح تعرض عنه في هالشيء. اذا قاعد لك طبيب يعني بهالمره بالعكس قلبيه او دماغ او بهالشيء او طبيب اعصاب او هذا ما راح يستفاد من عندك كلش، يعني يجوز هو مو يهم الموضوع. بس ابو الجلديه فانت بالبدايه كلهم يريدون يسمعون، انطي معلومه لابو العصر، انطيهم كلهم معلومه بالبدايه، انطي معلومه تفيد كل الاطباء اذا عندهم شيء يفيده. بس من تفوت بالديتيلز بالهاي او تريد انت تريد تخاطب اصلا اطباء الجلديه تبدي تحكي عن مواضيع اللي تخلي ابو الجلديه يصير اكسايتد. يبقى ذاك الثاني عجبه يظل يتابع، خليه يظل يتابع، ما عجبه يريد يروح عنده غير موضوع اهم يقدر يروح، انت ما خسرته. بس امشي عندك الاول تخصص هو باقي يعني. مو اذا تحكي تظل جنرال الكل حيعوفك حتى لو تخصص لانه ما حد فاهمه هذا المن التارجت. يعني انت لازم عندك تارجتد اوكي، يور سبيتش ويل بي تارجتد. شوفوا تيدكس وسوي سيرش عن شغلات اسمها 3 minutes فيديو او 3 minutes presentation وشوفوا على 1 minute فيديو او 1 minute presentation اقروا عنها. يعني هاي شغلات حلوه، انا راح انزل لكم سبيل كلاس شغلات حلوه تخص الموضوع. يعني هذا موضوع development skills، هذا معلم يعني مو بس حاسبات، معلم ماده presentation، هذا يفيدك بينه ويجوز غير حياتك، يعطيك مهارات اخرى غيرك يشوفها بيك راح يختارك ما راح يختار غيرك. This may change your life. فخلوا هذا الشيء هي لكم اوكي. فراح نجي يعني هسه حنجي هسه فتحنا احنا هذا اول لسن مالنا اوكي. من راح تفتح باوربوينت اللي هي هاي الشاشه مالكم هسه انا سويت هنا سلايدات جديده اوكي. راح نجي شلون اسوي سلايد جديد. ادوس هنا مثلا واروح على اللي نيو سلايد. جاي شوفون نيو سلايد سويت. شوفوا يا اما ادوس عليه قبل وسوالي يا اما كنترول نقدر نقول كنترول وزاد ان كنترول وام تلاحظون او كنترول وام على مدكم. اذا شغله ما تعرف الشورت كات ناسي بس حط الماوس عليها. انا طبعا دا اتقصد اخليكم الماوس هالشكل حتى تشوفون تتذكرون شوي رفرش يعني دا احاول تشيتنج يو جايز اوكي. انا هذا ما سميه تشيتنج اوكي، هذا انا دا يعني ام تراينج تو تشيتنج ساعدكم بانه تتذكرون اوكي. يبقى عندك هنا اذا تدوس على الداون ايرو حيطلع لك الكايند اوف سلايد لاي اوت. يعني انت السلايد مالك اللي شلون تريده تو كولومز تايتل اونلي 3 مرات اوكي. كل واحد شكل جربوهن انتم. فيس صار عندنا اوكي معلومه هسه سويت لين السلايدات مكوناته شنو هو السلايد. كل باوربوينت مكوناته هاي خليك اكبر الشاشه. هاي الشاشه هي نفسها شوفوا جاي تلاحظوها هاي نفسها. هذا شيء يسموه نفس الوورد. شنو نسميه بالوورد؟ كويك اكسس تول بار. هذا نفسه
هاي سمة شنو هاي جا شوفوا سمة سلايد كان هاي جا شوفوا سلايد كان اياته زين هسه انا هذا السلايد اوكي هذا هاي الورك اريا مال اللي دا اشتغل عليه هذا من اسمه هنا دام التايتل سلايد وهذا هنا البودي او المين تايتل اوكي هنا اللي راح اجي اكتب واحط بياناته راح احطه هنا التايتل مرات ما تحتاجه تحتاج تسوي بلانك يعني ما تحتاج اي شيء بين تريد تحط بس صوره تريد تحط بس شغله وعادي منها تجي تختارها بلانك تلاحظوا صارت بلانك تقدر تستخدمها شوف هذا التايتل هذا السلايد بان تايتل هذا السب تايتل اوكي زين نجي على موضوع اللي جاكم عليه الكويز اللي هو الرابن جيت تلاحظون هسه عندي هنا مساحه مثلا ماخذها الرابن يا هو الرابن هذا هو الرابن هذا هاي المساحه عندي لو تشوفوها هاي هي الرابن هاي المساحه هاي كلها مرات تحتاج مساحه من عندي شو اسوي لها؟ اسوي لها هاي سويت لها هاي ثاني احتاج مساحه فالانسر للكويز شنو هو؟ يس اور نو؟ ترو 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 اتمنى كلهم جاوبين ترو اريد ارجع اسوي لها اوكي اقدر اسوي بن شوف زين شنو الطرق اللي اقدر اسوي بها بن؟ ارجع اسوي هاي يلا شوي امششكم شلون اقدر بعد اذا ما اريد استخدم الكيبورد مالي اذا اريد اسوي بن كدوس كترول اف 1 كنترول اف 1 هاي ثبت زين واذا اريد اسوي له هسه هاي نفس يجوز صار نفس الدم كنترول اف 1 كنترول اف 1 اوكي ما احتاج استخدم الموت عيد شلون سوينا السلايدات اعيد شلون سوينا السلايدات منا نعم احنا فتحنا السلايد اوكي اجينا فنريد سلايدات جديده اول شيء عندنا هاي رابن هتلاقوها موجوده فمن الرابن رحنا على الهوم اللي هي هتلاقوها انتم دائما بالبدايه موجوده الهوم روح على النيو سلايد يا اما تروح السلايد بالماوس وتدوس عليها دبل كليك فراح نفتح سلايد جديد يا اما حتروح وتدوس كنترول شوفوا بعض داغ اشوفكم كنترول منو؟ كنترول منو؟ واحد يقول لي كنترول ايش؟ كنترول ام اي عافيه اي ايش فيك؟ اي قعدوا وياي كنترول ام شوفوا سوينا سلايد جديد هذا صار سلايد يبقى السلايد بليات تشوفون هذني كله نورمال سلايد اكو ارو هاي تشوفون ادوس عليه بالليفت طبعا ودائما احنا شلون بالليفت يعني من دوس ليفت كليك اختار نوعيه شوف هذا الناس غيرت الديزاين مالي تلاحظون تايتل عادي بدون عادي يعني كوم يعني هي اكل معك وانت تقدر تسوي الديزاين مالك اوكي يبقى عندكم موضوع هسه الرابن اللي هو هذا هو الرابن الرابن هذا نقدر نسوي له هايد او نسوي له حتى نزيد المساحة اللي عندنا مرات بالشاشة ما أحتاج هنا أنا أقعد أكتبه ودارته ما أحتاج أحتاج أكبر وأكثر وزيد المساحة فسوي له هايد عن طريق شنو كنترول منو قبل شوية زمان اللي تكون قالتها كنترول F1 أريد لا أرجع رابن أخليه موجود أسوي له بن كنترول F1 مرت له رجع أوكي الرابن شنو مكوناته هذا هي إيش قلنا بمثل الوورد بي شنو بعبارة عن تاب ما حد يقول تاب لسان عيب تاب بتابات هذا هوم انسرت درو ديزاين تراديشنال انيميشن سلايد شو ريفيو وي ويل جو ثرو اول ذس ديورينج ذا سيمستر اند يو ويل اي ام بريتي شور يو ويل هاف فن ان انجويينج ورك وذ ذس تول كل تاب بجروبات حسب مثل الورد بجروبات هذا مثلا الهوم بي كليب بورد سلايدز بي فونت بي باراجراف بي دروينج بي اديتنج اذا نروح على انسرت بيها تختلف بيها النيو سلايد اقدر اسوي انسرت اقدر اسوي انسرت تيبل اقدر اسوي ايمج بانواعها اوكي اقدر اسوي تشارت اقدر نفس الوورد تقريبا انتم ملاحظين نفس الوورد درو نفس الشيء ديزاين اوكي ف
فاكو هوايه تغييرات بهالدول. هسه من نجي انت عندك الامور موجوده تختلف يعني حتى لكم. اكو مرات يعني الجروب مالهن وبي اب يعني تقدر تزيد على الكليب بورد وتشوف ايش فيه مثلا السلايد الايديتنج الدراوينج تعطيك اوبشنز بعد اكثر اوكي. فهذن هنا موجودات راح نجي عليهم بعدين كلهم. يعني جسر الرابن صار عندكم معروف هذا هو الرابن اوكي اللي هو هوم الجروب دايلوج بوكس واضح. هذا هو الرابن. هنجي على الباج ستيج. الباج ستيج اللي هي مثل ما كنا بالوورد نقول لما نروح على الفايل هاي ايش قاعد اشوفها باج ستيج هاي يسموها باج ستيج. شبيها بيها يا اما انفورميشن عن الفايل تسوي له بروتكشن تريد نفس الوورد اذا تتذكرون مانج البرزنتيشن تريد تسوي تحط له باسورد تريد تسوي نيو سلايد سلايد جديد تفتح تريد تفتح فايل ثاني تفتح مالتيبل سلايد تقدر تريد تسوي سيف تخزنه اوكي استنى خزن كل التغييرات اريد اسوي سيف اس اخزنها باسم جديد اشوف الهيستوري هذين كلهم جاي تلاحظون وين كل هنا. اتمنى تكون عندكم حاسبات وجايين تطبقون وياي حلو. هذا هسه هو الباج ستيج اوكي. فهذا هي كل المعلومات. يبقى ساي هنا جاي تنعرض الشاشه هاي دائما هي راح تنعرض بطريقه النورمال فيو. هاي هي اللي هي نورمال فيو جاي تشوفوها. اقدر استخدم النوت فيو. النوت فيو اللي هي هاي هسه واحد بين عندكم هاي النوت طبعا. لأنه تقدر هنا تكتب نوت هاي ما تبين بالسلايد بس تظل إلك أو تنطيها حتى ويل للطلبة أو للناس اللي راح يشوفون السلايدات مالك أنت جاي تشرح بس هاي النوت ما تبين بالسلايد تبين بس قدامهم. كوماند هم كذلك إذا عندك تعليقات تقدر هنا تبين التعليقات مالك. إذا عندك كوماندز بتضيفها تقدر زين. عندك هذا السلايد سورت جاي يشوفون يعرض لك كل السلايدات بشكل سلايد سورت هاي من غير. فاذا شفت الدشك لا تخترع يعني قول روح لي جوا سوي نورمال رجعها نورمال اوكي. شفت هاي مثلا موجود يعني تراي تو يوز. عندك الريد مود هذا هو الريد مود جاي تشوفون هذا مود مالت الريد اوكي. يختلف الريد مود عن البرزنتيشن مود. هذا يعرض لك اياها كلها تكون مفتوحه بشكل واحد اوكي. شوف هذا هسه تنعرض بالداتا شو من تريد تعرضها. نحن دائما نفوت عن طريق السلايد او نسوي دوس اف 5 او هالطريقه راح نجي عليهم. انا حاليا بس داش يعني هذني طرق العرض اللي عندكم اوكي. طبعا تقدر تسوي زوم ان وزوم اوت واللي عندكم ريدر فيو هذني يعني هاي الطرق. عندكم استفسار عن الطرق راح نجي هسه على السلايد اللي عندكم انتم بي براكتس اريدكم تطبقون عليه. هذا السلايد دزيت لكم اياه هذا اني السلايد. هذا المطلوب من عندكم هسه حاليا اللي عنده حاسبه يطبق هاي الشغلات. طبعا من تريد تخلص السلايد لازم تسوي له سيف واس. سيف واس كلش مهم. تروح وين على الفايل وتسوي له سيف واس. بالبدايه سيف واس وراها سيف يعني واي. بس اذا تريد تسوي فايل جديد سيف واس. تروح على المكان اللي انت تريده وين تريد بالكلاود حاسبتك وين تريد تحدده. تنساه هنا راح اسمي جوا 1 مثلا 1 تيست اوكي. سميته هذا الاسم انا خزنته اعرف وين خزنته انا حددت المكان اللي راح اخزنه به سميته اوكي. او لا مثلا خلي اجي اقول لا ما راح اسميه بالاسم مثل ما مطلوب من عندكم. انا مطلوب تسميه باسمك خلينا نقول سمعت باسمي سويت له سيف. انتهى الموضوع. هذا كان الفايل هذا كان قبل اسمه. شوف شوف اسمه قبل شنو كان. هسه صار اسمه يختلف. هسه ذاك صار فايل ثاني. شو تعديل راح يصير على هذا؟ ذاك القديم بعد انا ما عليه به. فمرات بتاخذ نسخه شيء ما تريد تغير بها ما تريد تلعب بها يعني ما تريد هذيك تتاثر في حاله صار عندك مشكله تقدر ترجع له باك اب اوكي. قول سوي له سيف اس باسم فايل جديد واشتغل عليه وهذيك انحفظت فصار لسه عندي فايلين. هذا الموضوع اللي اريده معكم هسه تطبقوه هذا ان شاء الله. هلا براكتس
هذا البراكتس عندكم، هذا الفايل نفسه موجود عندكم، تفتحوا اوكي وتسموه بهالاسم Central City Job File. جاي تلاحظون سوي له سيف اس بهالاسم. بعدين بالسلايد سلايد رقم واحد تسوون هاي الخطوات. عندك سلايد رقم واحد سبتايتل، شو تسوي له؟ تكتبون هذا الاسم Central City Job File، تكتبون هاي. هنا عندك بالسلايد رقم اثنين مثلا هسه اسوي هنا انسكربشن، هذا السلايد يعني عباره عن هذا سلايد سلايد رقم واحد اوكي. وودو جروب بانك يعني هسه انا شو اريد انا اسوي بالبدايه؟ هاي عندكم الملف المفروض انا طلبت منكم تسوي داونلود. شو اكتب؟ اكتب هنا متروك، شو اكتب هنا؟ سنترال فيديو فيه مفتوح هسه اوكي. هاي معناته اكو جوب اوبورتونيتي. اجي هنا ايش مطلوب من عندك؟ هنا تجي تروح على السلايد 2 تكتب سيلكت وودو جروب بانك ديورينج وتغيرها باسم اس، يعني يصير اباوت اس. هذا فلنفرض انت عندك سلايد نطوك اياه مال هذا البنك، السيناريو ماله انت عندك سلايد انضفت كتيم جديد بهالبنك ونطوك السلايدات وقالوا سوينا يعني ادفرتايزنج او سوي برزنتيشن غير لنا عليه. حلو، انت راح تغير هاي هي التاتش مالك اللي راح تغيرها. هنا ضفت هاي الكلمه اوكي، هنا ضفت بدل ما اسمه اباوت اس صارت احلى. تسوون الستبس هذني هاي كلها موجودات، واضح عيني؟ وتكملون وسوي له سيف اس باسم منو؟ من هنا تروحون سيف اس، راح نغير اسمه، ايش راح نسميه؟ Central City Job File اوكي. هذا جينا كوبي لسن Central City Job File. Central City Job File انتهى الموضوع. هاي عيني طلبة، عندكم استفسار؟ اكو استفسار؟ عيني طلابنا اكو استفسار؟ واضح استفسار؟ وضحت قصة المحاضرة مال اليوم، نشوفكم نيكست ويك ان شاء الله بنفس الوقت. طبقوا هذا الشيء، عندكم المختبر اريدكم تطبقوه، لانه اريد اشوف الفايلات مال طالب طالب. هذا الموضوع. كل طالب راح يخزن الفايل وراح يجز لي بعدين اوكي. يلا عيني دكتور، بس ايش وقت نقدر نجي في المختبر؟ مفتوح المختبر عيني، الصوره موجوده بيه، هي هسه موجوده معي انا بالكلاس جميع ايام الاسبوع ما عدا الجمعه. انتم عندكم اونلاين احد اثنين ثلاثة اربعة اربع ايام في اي وقت تجون او خلال اوقات الدوام الرسمي. اذا لقيتوه مسدود اسالوا عليهم، يعني اسالوا على المعيدات فرع العلوم المختبرية نفس الطابق اوكي. واضح؟ وكذلك غرفتين موجودة رقمها 90 بالطابق الثالث. عندكم استفسار بعد؟ دكتور يعني نجي للغرفة نسوي الملف وانت تشوفه؟ اي عيني هناك حتشتغلوا، تجيبوا وياكم الملف واشتغلوا. موجود وياكم معيد راح يشوفه وياكم، مو الان انا او في الصورة اوكي. زين واضحة؟ شوف منو موجود يشوفه، جوز انا ادري اشوفه، شوفونه شوفوها حتى تطبقون. ما اريد واحد يقول الحين ما عندي انا ما اعرف ما عندي حاسب، هاي ما بقول، لان الامتحان على 6 دقيقة. يلا يعني هسه راح تبدي الشعبة الثانية. شوفكم